بلاها فنان يضرب به المثل في الجزائر، معروف في كل قناة الجزائرية مع الشعب الجزائري، نطلبوا له الرحمة. وبلاها فنان دايرين احتمال تاعنا بان ندفنوه وقت الظهر، لكن للأسف الشديد عنده ولاده مازال ما وصلوا، هما في مؤسسة عسكرية. عبد القادر علولة الود الوحيد اللي بقى هو مازال ما وصل، أنا قرعوا له بيجي المؤسسة المستشفى الجامعي بالناحية العسكرية الثانية، وبيستنوه بيجيو يجيو مباشرة إلى المقر السكني هنايا، ومنا نخرجوا به إن شاء الله يا رب العالمين، ونقوموا به إلى مقبرة سيدي الأخضر بناحية سيك. سيك معروفة، عندها أبناء، عندها أولاد، عندها شبان معروفين. سيك يضرب بها المثل، بلاها فنان، بلاها إنسان بو مساكين، بلاها هو كان يدينا صلة الرحيم، بلاها يدير الصلح بين الناس، بلاها معروف في التراب الوطني، بلاها يضرب به المثل في الجزائر، بلاها معروف عند العرب وعند الزملاء تاعو هنايا. فقدوا اساس، فقدوا واحد عماد المسرح. نطلب من كل ولاة الجزائر ورؤاس دائره برحمه والديكم الهوشيه مع الفنانين، الفنان يعتبر كتاب مؤلف، كتاب ما يزولش، الفنان والصحفي يضرب به المثل في العالم، لا خلافة لهم. وعندنا الفنان الزميل تاعنا جاء من الجزائر العاصمة المعروف اللي قام بإنجاز فيلم تاع عاشور العشر، هو في المقابلة طبعا. إذا هي طبعا حضور غفير من كل الولايات لتقديم العزاء ولمواساتكم، نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة. وهي إذا خصال المرحوم الذي لا تزال يعني من المجال الفني إلى المجال الإنساني الكل